السلام عليكم، ازيك يا بنات؟ يا رب تكونوا بألف خير وفي أحسن حال. النهاردة مع المشاهير هنعمل حلو اقتصادي. احنا كتير وهتلاقوا أكتر من صنف، اللي عاملة بثلاث مكونات، واللي عاملة باتنين، واللي عاملة بخمسة، واللي عاملة بثلاثة. هتشوفوا حاجات كتيرة جدا جدا موفرة واقتصادية وهتنفعك وهتنفعكم، بحيث ان الدنيا غلا اليومين دول. وقلنا برضو لازم يبقى فيه حلو في البيت للأولاد، للزوج، ليك انتي شخصيا، وبمكونات بسيطة. تعالوا بينا نشوف الأكلة بتاعتنا النهاردة مكوناتها ايه. هما ثلاث مكونات فقط لا غير. التزيين بتاعها شيء راجع ليكي، مفيش مشكله خالص فيه. كوبايه ميه، كوبايه دقيق، المجات العاديه بتاعت الشاي، يعني مش هنزود زياده عن كده. كوبايه ميه، كوبايه دقيق، وبشر ليمون. الوصفه دي كانت ماما بتعملها لنا على طول، وبتحط لنا عليها سكر بودر، وممكن ناخدها معانا المدرسه، فالله يرحمها بقى. فبما انهم قالوا النهارده حلوه اقتصاديه، فانا كنت بحبها جدا، فعشان كده عملها لكم النهارده. ممكن تستبدلوا بشر الليمون، هي حاجه بسيطه، ممكن تستبدلوها بشر برتقال او بشر جزر او ورقه فانيليا، براحتكم خالص، بس انا عشان متعوده عليها بالليمون. خلاص، اللي هعمله النهارده الحله بتاعتي، هحط كوبايه الميه وهحط بشر الليمون وهسيب كوباية المية وبشر الليمون على النار. أول ما يبتدوا يغلوا هنشوف هنعمل ايه. شايفين ادي الليمون مع بشر الليمون مع المية، شفتوا اللون بقى جميل ازاي؟ هي بتغلي، بس انا هوطي النار وهبتدي انزل بالدقيق على طول. بقى اقلبي، انا بقلب، خلي بالكوا علشان دي هو سخن يبقى حاجة صعبة. افضلي قلبي على طول على طول، ايدك فيها لحد ما تجمع. هقلب شوية على النار وبعدين هقلبها على البارد لحد ما تبقى كتلة واحدة. ههدي النار بس. زي ما انتوا شايفينها كده. خلاص هاخدها على البارد بقى وافضل اقلب فيها لحد ما تتكتل معايا تبقى كتله واحده. العجينه بتاعتنا اهي بقت كتله واحده. جبت كيس، كيس عادي خالص، كيس مش لازم كيس حلواني يعني، دهنته بس، رشيت جواه حبه زيت وزعتهم في الكيس، وادي العجينه بتاعتنا اهي زي ما انتوا شايفين. هقص الكيس من قدام زي ما انتوا شايفين كده، هقص قصيت الكيس وهبتدي انزل، وجنبي المقص اقص على حسب بقى ما انت عايزاها كبيره عايزاها صغيره، براحتك خالص. حبيب قلبي ده شكلها، بس بعد ما قضينا عليها احنا المفروض كنت قدمتها لكم اول ما طلعتها، بس احمد جه من بره وقعدنا كنا بنتفرج على فيلم فنسيت خالص اصور. واتفرجنا على الفيلم وقضينا عليها تقريبا، دول اللي فاضلين، فقلت لا اصورها لكم واوريها لكم، علشان كده الفيديو ما كانش هينفع، لازم تشوفوه. عفوا. المهم بس عايز اقول لكم على حاجه، الزيت بتاعها بيكون في الاول بارد وبعدين بتعلي النار تدريجيا، يعني بيعلي، بتفضلي النار هادية، يعني النار بتاع بتحطيه وهو الزيت بارد، بعد كده بمجرد ما تبتدي تتغلف او يعني ايه، مش ليها اسم كده مش متذكره، المهم يعني بعد ما تاخد تتغلف كلها بالنار والنار تشمعها او تتشمع كلها، ابتدي علي النار عليها شويه. اول ما تبتدي النار اول ما تبتدي تحمر علي النار عليها اخر دقيقه بالظبط ونزليها. وعايزه اوريكم، بصوا شايفين سامعين الصوت ده؟ عايزه سامعين صوت القرمشه ده؟ بصوا شايفين اهو، مفيش عجين مكتل جوه، مقرمشه جدا 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 جدا. بصوا عايزه اوريكم حاجه، شايفين في عجين مكتل فيها؟ في اي عجين مكتل فيها؟ مقرمشات فقط لا غير. حط لها بقى سكر، حط لها صوص كراميل، حط لها عسل، حط لها اي حاجه. احنا شخصيا اكلناها بالشوكولاته زي ما هيحصل دلوقتي حالا، بس كده. بجد حلوة وسهلة جدا ورخيصة، مكوناتها يعني حاجات بسيطة. هبل مش عندك بشر ليمون او مش حابة حطي بشر جزر، مش حابة حطي بشر برتقال، مش حابة حطي كيس فانيليا، مفيش مشكلة، ده ينفع وده ينفع وده ينفع. ده كان الفيديو مع المشاليل، عايزاكم تروحوا تشوفوا هيعملوا مقرمشات زيي ولا لا. اشوفكم على خير، سلام عليكم.